أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لهذا اليوم الهام والتاريخي الذي سيتم فيه الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024. انتخابات حرة نزيهة شارك فيها المصريون وعبروا عن رأيهم واختاروا بإرادتهم الحرة النزيهة من يمثلهم في السنوات الست المقبلة. وعلى مدار 6 أيام هي مدة تصويت المصريين سواء في الداخل أو الخارج، توجهت أنظار العالم إلى أبناء مصر الذين رسموا صورة مميزة بوعيهم وإخلاصهم وحرصهم على المشاركة في رسم مستقبل بلدهم. المواطنون المصريون كتبوا بمشاركة تاريخية غير مسبوقة واحتشاد أمام لجان الاقتراع فصلا جديدا في قصتهم المميزة مع بلدهم التي لم يتخلفوا أبدا عن تلبية ندائها. كما أبهروا العالم بنسبة التصويت التاريخية والإقبال على صناديق ولجان الاقتراع، حيث توافدت الحشود في صورة تعكس وعي شعب عظيم صاحب حضارة وتاريخ يدرك متى وكيف يدافع عن وطنه ومقدراته، حريص على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل بلاده وبناء الدولة الحديثة.